قال ولا يصلي على الجنازة في الأوقات القصيرة منها، وهي الثلاثة المحرمة اللي هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاب الشمس في كبد السماء قبل الزوال. يعني الآن الساعة كم الشروق؟ الآن 6:45، هذه الربع ساعة من 6:45 إلى 6 هذه هذا وقت التحريم، لا يجوز أن يصلي، لأن تطلع 6:45 لين ترتفع تحتاج لها ربع ساعة تقريبا، هذا الوقت القصير الأول. الوقت الثاني اللي قبل الزوال أيضا بربع ساعة أو ثلث ساعة، قبل أذان الظهر بثلث ساعة. الآن كم يأذن الظهر؟ إلا 5، أي تقريبا إلا 5، يعني من إلا ثلث ما تصلي، قبل إلا ثلث ونص 11:30 تبي تصلي سنة الضحى، تبي تصلي نافلة ما في مشكلة، من توصل إلا ثلث تقريبا تمتنع عن الصلاة، لأن الآن هذا وقت تحريم نهي حين سعرنا جهنم. كذلك عند احمرار الشمس وتبدأ تنزل للغروب، يعني آخر ربع ساعة وعشر دقائق من غروب الشمس، كذلك هذه الأوقات الثلاثة، عند طلوعها عند غروبها وعند انتصاب الشمس في كبد السماء، هذه حتى صلاة الجنازة لا تصلى في هذا الوقت، وإنما ينتظر حتى يعني تغيب الشمس، أو ينتظر حتى ترتفع الشمس، أو ينتظر حتى يؤذن للظهر اللي هو زوال الشمس. نعم.